أبل بجيلها السابع، هل هي أفضل ساعة للحين؟ هل هي أقوى شيء؟ فعلياً هذه ساعة أبل الجديدة بجيلها السابع، وبالفيديو هذا بختصر لكم أهم المزايا الجديدة بالنظرة الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، ونعم هتشوفوا كامل الاختصار بالنظرة الأولى لهذه الساعة. أسلوب العلبة والتغليف نفس الإصدار السادس والإس إي من عام 2020، توفير أكبر في المساحة، وأيضا يجيكم عندكم الساعة في علبة ونفس الباند في علبة ثانية. داخل علبة الساعة حتلاقوا نفس الساعة في جهة، وتحتها حتلاقوا كيبل اليو اس بي تايب سي لأول مرة مع نفس العلبة، وهذا أمر كويس. طبعا ما في راس شحن. والجيل السابع اللي يجي بشاشة أكبر وحواف سوداء أقل، حجم مساحة العرض بتزيد مع التمكين في التطبيقات المختلفة لهذا الحجم الإضافي. لما نشوف السادسة والسابعة جنب بعض حيبان شوية فرق. وقبل ما تقرروا إذا هذا الفرق يستاهل ولا لا عشان الترقية، خليني أذكركم أن هذه نظرة أولى، والمراجعة التفصيلية والمقارنة مع كل الأجيال السابقة بتكون في القناة، فخليكم قريبين ومتابعين. في السلسلة السابعة برضو جاء تعديل للواجهة التشغيلية للمستخدم للاستفادة أكبر من الشاشة الأكبر، وجوه ساعة مخصصة لهذه النسخة، شحن أسرع عن طريق كيبل اليو اس بي تايب سي واللي يجي مع الساعة. حيكون الشحن أسرع بحوالي 33% من السلسلة السادسة. 5 ألوان جديدة لنسخة الألمنيوم، الألمنيوم حق منتصف الليل، ألمنيوم ضوء النجوم أخضر أزرق وأحمر منتج برودكت ريد. أيضا واجهة الساعة تم تطويرها عن المرة الماضية أو تحسينها، فصارت مقاومة للغبار بمعيار الـ IP6X أفضل من أول، حجم أكبر بملي وأصغر بملي مع الأجيال الماضية. فساعات الجيل السابع يا 41 يا 45. الأجيال اللي قبلها كم جيل كان عندكم 42 و44، غير التغير اللي كان في أول كم جيل. ولكن المهم الساعة فيها تطور خفيف من نواحي ومتابعة تقنية لكثير من الأمور اللي جت مع الإصدار السادس، ممكن تكون خيار ممتاز اللي يبحثوا عن تبني جديد لساعة أبل. وبرضه رسميا الترتيب الجديد من أبل لإصداراتهم هم كالتالي: السلسلة الثالثة من عام 2017، بعدها السلسلة SE من عام 2020، والسابعة من هذه السنة. ولو حطيتهم مع بعض بيبان الفرق واضح في الخصائص، وهذا الشيء اللي بسوي لكم يا، فخليكم متابعين. ومع التقسيم الجديد هذا إذا حطينا هالثلاثة مع بعض حيبان في فرق واضح في الخصائص، وهذا الشيء اللي بسوي لكم اياه مع نفس الفيديوهات الجايه. بسوي مراجعه كامله ومقارنه، وحتبين لكم كامل التفاصيل باذن واحد احد، ومنها تقدروا تقرروا وتوفروا. نهايه الفيديو المختصر السريع هذا، اعطوني رايكم ولا تحرمون انكم تشاركوه مع غيركم عشان يعرف بالضبط وش اللي جاء في الاصدار السابع. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.